السلام عليكم ورحمة الله. هذه المتحكمة كانت مركبة على ثلاجة للتبريد، لم تعد تعمل. كان صاحبها يضطر للضرب عليها لكي تشتغل ثم تعيد الفصل. أتى بمصلح أخبره باستبدالها، ثمنها يصل إلى 60 دولار تقريبا. بالصدفة أخبرني عن المشكل، ذهبت لها وقيمت الوضع بأنه يمكن إصلاحها، وبالفعل عرفت الخلل إنه في الريليه. قمت بتكسير الغطاء من الأعلى كحل سريع. سأقوم بإدخالها بالكهرباء. ستشتغل معي. هنا هي معدلة على 60 ثانية تقريبا لكي يشتغل الكمبريسور. هنا أنا وضعت مصباح، عندما يتوقف هذا المصباح عن الوميض سيشتغل معنا المصباح، وستستمع طقة في الريليه. لكن ممكن يشتغل المصباح الآن، ممكن لا يشتغل. سننتظر إلى غاية إطفاء هذا المصباح أو توقفه عن العمل ويصبح يومض بشكل مستمر. هنا كما شاهدتم يريد الاشتغال ثم ينطفئ، لكن كان عندما يقوم بالضرب عليه بهذا الشكل يشتغل بهذا الشكل. هل شاهدتم؟ هكذا كان يعمل، يشتغل ثم يفصل. المهم عندما قمت بتقصير الغطاء، شاهدوا هنا يظهر لكم ملامس لكن لم يكمل التلامس. شاهد، سأقوم بملامسته الآن بشكل جيد. ها هو هنا الآن لن ينطفئ، يعني هذا المكان تآكل ويلزمه تنظيف حتى يعمل الريليه بشكل ممتاز. سأقوم بنزع الكهرباء. شاهدوا بشكل مقرب، هنا هذا المكان تآكل، نقاط التلامس تآكلت بكثرة الاستعمال. سأقوم بتنظيف هذا المكان جيدا، سأتي بورق صنفرة. المهم تقوم بتنظيفه جيدا. ثم أحاول تني هذا اللسان قليلا بحيث عندما يرجع يلامس هذه المنطقة وعندما أقوم بتشغيل الريليه سيشتغل معي بشكل ممتاز. سأحاول الآن. ها هو الآن اشتغل معنا بشكل ممتاز. إذا العملية تمت بشكل جيد. ما الذي علينا فعله الآن؟ سأقوم بإرجاع الأشياء كما كانت. إذا نمر لتركيبها على الثلاجة. إذا هذه هي المتحكمة، سأقوم بإدخالها بمكانها. أقوم بتمرير حساس درجة البرودة هو الأول، ثم أقوم بإدخالها بمكانها بهذا الشكل. سأقوم بتوصيل الأسلاك كما كانت، الأزرق بهذا المكان. هي كل توصيلة على حسب الشخص الذي قام بوضعها. ثم البني يكون بهذا المكان، ثم الأزرق هنا،
ثم الوردي بهذا الشكل. سأقوم أنا بإرجاعها كما كانت فقط. هذا السلك هو لي الكمبريسور. أقوم بتركيبه في النقطة 7. ما نأتي بهذا الموصل من النقطة 7 كما قلنا للنقطة 8. ها هو بهذا الشكل. ثم نقوم بشده. ثم السلك الوردي للكمبريسور بهذا المكان. وسلك الكهرباء أقوم بتوصيله بالنقطة 6 بهذا الشكل. ها هو. بهذا الشكل كانت مركبة هذه الأسلاك. سأقوم الآن بتوصيل الحساس بمكانه. إذن هذه هي المتحكمة، قمت بإرجاعها كما كانت بعد عملية الإصلاح، وهذه هي الثلاجة. أتمنى من صاحب المحل أن يقوم بملئها كما كانت بعد العطب الذي حدث لها. طريقة التشغيل، نقوم بالضغط على الزر الأخضر وتشتغل معنا المتحكمة. بعد دقيقة تقريبا من الوميض لهذا الضوء الأخضر سيتوقف ويبقى ثابت. عندما يثبت مباشرة تشتغل الثلاجة أو الكمبريسور. أما هذا فهو خاص بالإضاءة الداخلية، هو للتحكم بالإضاءة الداخلية. هنا اشتغل معنا الكمبريسور بشكل ممتاز. إذن كنصيحة لأصحاب الحرفة هاته أو تقديم هذه الخدمات، لا تقوم باستبدالها يا أخي، وإنما قم بالتحري واكتشاف الخلل بنفسك وإعادة إصلاحها هي. يعني لا نطلب من صاحب المحل شراء واحدة جديدة وأنت تقوم بإعادة تركيبها فقط وتأخذ أموال عليها. على الأقل حاول إصلاحها، وإذا لم تصلح أطلب منه شراء واحدة جديدة. أتمنى أن يكون هذا الفيديو نال إعجابكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.